عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من الأهلي في رمضان. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. خلونا في الفقرة دي نتكلم شوية عن طقوس وكواليس اللاعبات تحديدا. زي ما بنيجي نتكلم كده عن المرأة العاملة إن في رمضان بتبقى مهمتها صعبة، بيت وولاد ومسؤولية وزوج إلى آخره. الكلام ده كمان ينطبق بحذافيره على كتير من اللاعبات المتزوجات، سواء يعني كانوا متجوزين من وقت وهم بيمارسوا الرياضات المختلفة اللي هم بيتعلقوا فيها أو حتى بعد الاعتزال. إحنا النهاردة في الأهلي في رمضان منورانا يعني دلوقتي نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد السابقة مي هشام وزوجها كمان منورنا في حلقتنا النهاردة، الأستاذ محمد صبري المصور السينمائي. كل سنة وانتم طيبين ومنورين الأهلي في رمضان وأهلا بيكم. أنت طيب يا فندم. يعني مساء الخير طبعا، كلكم طيبين وده مكانك اكيد في الاول في الاخر ومكانك يا محمد بطبيعه الحال. بس قبل ما نخش في تفاصيل وقبل ما نخش في رمضان، يعني خلينا نعرف برضو الساده المتابعين انتوا اصلا اتعرفتوا على بعض ازاي. اي حد فيكم على فكره اتفضل اي حد يجاوب. لا يعني بطريق الصدفه بالطريقه التقليديه، يعني حد يعرفني ويعرفه عرفكم على بعض عرفنا وساعتها بقى خلاص. انا واحنا بس قلنا كان قاعد في المدرجات بيتابعك في ماتش من الماتشات، لفت في نظره بستايلك في الملعب كده يعني. ما كانش عارف خالص. لا فعلا واول ما عارف بقى قال اتخض وقال لك اوبا رياضيه وهيبقى وراها معسكرات وتمارين وحاجات خالص. فكرت في الحكايه دي ازاي؟ طبعا فكرت فيها، بس انا كانت بالنسبه لي كانت الصدمه الاولانيه حاجه تانية خالص. ايه بقى؟ ان بدايه التعارف اللي هو انا بلعب هاندبول. طب تمام، انا بحب الرياضه وبحب الهاندبول، بتلعبي فين؟ بلعب في النادي الاهلي. في النادي الاهلي هو يعني انا مش هشوفك كتير بعد كده. بالظبط كده، اللي هو خلاص وقتها زحمه، حياتها مشغوله باستمرار، بس في نفس الوقت الحاجه اللي بتحبها وعندها شغف ناحيتها. فانا نفسي زي ما انا عندي شغف في مهنتي، فانا عارف انها ليها شغفها في حبها للهاندبول، ما ينفعش ما اكونش سبورت ليها في حاجه زي دي. بس الناس اللي بتشتغل في الحقل الفني بشكل عام والسينمائي بصفه خاصه برضو حياتهم وطبيعه بيوتهم ليها خصوصيه شديده وبيبقى لهم طلبات. بص ابتدت تهز راسها. هو قال لي واضح ان الموضوع هنا وهنا. قال لك ايه في الحته دي؟ قال لي لو دخلت شغل مش هتشوفيني فما تقلقيش. طبعا. وفعلا احنا في وسط ما احنا كنا بنتعرف جه فجاه اختفى. يعني بس كان قايل لك هو رايح فين خالص. يعني واحنا هي سايبها احنا مع بعض ولا سيبنا بعض؟ لا كنا ساعتها كنا لسه متعرفين على بعض بقالنا مثلا شهر او شهر ونص. اوكي في الاوائل يعني. وجالي مسلسل شغال فيه فاختفيت لمده شهرين. انا ما بتصلش، انا بروح الشغل برجع. حتى استاذ كريم عارف ده، هو الموضوع كله انك تبقى كافي انك ترجع تتعشى تاخد دش تخش تنام تقوم على الشغل وهكذا. فالموضوع ضيق وكان الموضوع في سفر ما كانش هنا في القاهره كمان فخلاص. طب ومي وقتها كنت يعني مسحت الرق. مش بهزر فعلا، ده حقيقي فعلا مسحت الرق حقيقي فعلا. حسيت ان يعني خلاص الموضوع ما فيش حد اتكلم معايا فتره وفجاه اختفى فخلاص. اوكي يعني كنت اتجوزت وانت لسه بتلعبي ولا كنت اعتزلت؟ لسه بتلعب. طب الفتره الاولى دي كانت عامله ازاي؟ اللي هو يعني واخد الشغل بالحضن وانت عندك معسكرات وماتشات وسفريات وبطولات، كنتوا بتشوفوا بعض يعني احيانا في الطرقه؟ هو كان بيشتغل يعني ازاي في الفتره دي؟ اللي هو تنتن التبديل، حد لازم في البيت والتاني بره دايما. انا بشتغل الصبح قبل التمرين. طب ده لطيف ولا مش لطيف؟ انا بتهيالي انه كويس، لان لو كان في حد متفرغ كان هيحس بعدم وجود التاني. لو انا كلامي مظبوط وده صح، بس يعني انا بدات اتدرج ده بعد كده ان انا ابدا اخد اجازات في الوقت اللي هو فيه اجازه صح، فيحس ان انا في ايام فيها في البيت. لكن في ايام مشغوله. انت اعتزالك كان بمحض ارادتك ولا بتوجيه من ابو حميد خالص. ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ قررها لوحدها خالص حقيقي. بالعكس هو دايما هو داعم جدا على فكره. كنت متعمد ده معاها انها من الاول خدي القرار براحتك، خدي وقتك للاخر، الموضوع ما تستعجليش في القرار، بس خلي الوقت مناسب عشان تبقي مخلصه والسيزون نفسه وانت اصلا خدتي القرار بناء على ايه او ليه؟ اكيد اي لاعب بيحصل له فتره تشبع بقى خلاص. يعني انا بعد كده ممكن ما اضيفش، يعني حتى لو لعبت بعد كده خلاص فقدت شغف كبير جدا من اني اكمل كلاعبه. وفي نفس الوقت جات لي منحه، يعني كنت قدمت في منحة ان انا ادرس هاندبول في ألمانيا واتقبلت، فكنت أوكي. عرفت اوريدي بعديها خلاص بقى انا تمام وانا هعتزل. وكان القرار يعني حتى اول حد اتناقشت معاه هو كان محمد.
قلت له انا هعتزل، قال لي يعني فكري كويس عشان انت لعيبه والسلام، انت بتلعبي في النادي الاهلي وفي منتخب مصر بالظبط، يعني كان عندك كام سنه تقريبا وكابتن التيم كمان؟ طيب 31 31 اي ثينك لسه كان قدامك كان لسه الى حد كبير، والحمد لله كنت يعني لحد اخر وقت انا بلعب فول تايم ويعني ومقديه ويعني اساسي في الملعب، مش مثلا بلعب شويه واريح او كده لا. طب هل بعد ما خدتي قرار مثلا حسستك ان هي ندمانه باي حال من الاحوال على قرارك؟ في البدايه ممكن الندم في عينيها لا، هي كانت في البدايه كانت اصلا متوتره انها تاخد القرار تبطل ولا ما تبطلش، ولا انا حاسه ان كده كفايه. فقعدنا حللنا الموضوع الاول بشكل منطقي، وهي تقدر تحقق ايه تاني؟ طب لو انت هتكملي في الكارير ولا لا؟ انا هكمل في الكارير. طب خلاص يعني الباشن بتاعها هو بس هيتنقل من مرحله لمرحله تانية مختلفه، فده اللي كنا مركزين عليه اكتر في القرار. وان كان برضو كان من نقطه تانية من القرار ان السيزون ده ولا اكمل السيزون اللي جاي براحتك، فوصلنا في الاخر لا، هو مع نهايه السيزون اللي كانت فيه في وقتها لا ده كفايه، لان كان السيزون حتى كمان كان ساعتها كانوا كسبانين الدوري والكاس ودوري السوبر، فخدوا كل البطولات المتاحه. قلت لها لا، لو القرار يبقى انا في رايي يبقى يكون انسب وانت كسبانه كل بطولاتك تماما، ما يبقاش انت متضايقه ان انا السيزون ده انا بخلص فيه وخسران ولو بطوله، حتى ولو كانت بطوله ايه. صحيح، بالذات طبعا انها جوه النادي الاهلي مش جوه اي نادي تاني باستمرار، لا انا لازم اخد كل حاجه. فده كان مهم بالنسبه لها قوي انها تنهي بشكل كويس. وبقيه العيله عندك باباكي مامتك كانوا مع القرار ده؟ كانوا مؤيدين جدا، هم كانوا شايفين يعني ان انا مش هقدر اوفق بين البيت والشغل والتمرين. يعني ده كان صعب، فوالدي قال لي انا شايف ان انت تبطلي حلو كده بعد الجواز. وانت دلوقتي يا مي بتعملي ايه بجانب الدراسه بتاعتك؟ طبعا اتجهت للتدريب، فبرضه بنزل نفس الشغل بس شويه المجهود بقى اقل. يعني بقى شويه الموضوع اقل، بقيت يعني الى حد ما متحكمه في الوقت اكتر. المجهود ده انا كان ممكن اروح البيت وماسكه كوبايه الميه طبعا كيش باور طبعا طبيعي اللي انا عارفه ان انت بتعملي حاجه في صلب اهتمامات نهاوند، حاجه ليها علاقه بالسياحه الرياضيه. ايوه ده الملف ده مهم جدا. مظبوط. بتعملي ايه بقى في الملف ده او مسؤول عن ايه تحديدا؟ احنا مسؤولين عن الشركات اللي بتعمل ايفنتات هنا في مصر. ان احنا في اجانب بييجوا يعملوا رياضه في اماكن سياحيه. في براندات يعني عالميه في الموضوع ده، يعني احنا بنحاول نقدم لهم كل الدعم اللوجستي طبعا بتوجيهات من خلال وزاره الشباب والرياضه. بالظبط، بتوجيهات طبعا معالي الوزير ان احنا نرعى كل الشركات الخاصه او البرايفت سيكتور اللي بيشتغل في اي نشاط رياضي، ما يبقاش بس اتحادات وحاجات رسميه وكالندر يعني اوفيشال كالندر، لا ممكن ان احنا نفتح المساحه كمان للناس اللي بتجري في الشارع، اللي بيعملوا حاجات مثلا ترايثلون، حاجات مثلا خماسي حديث، يعني بنفتح شويه المجال ان احنا نستوعب كل الاجانب اللي بيجوا يتفسحوا ويلعبوا رياضه. حلو، ده تنسيق ما بين وزاره الشباب والرياضه والسياحه ولا بس ملف بتاع تنسيق وزاره الشباب؟ الشباب والرياضه وطبعا بعض الجهات الامنيه ومعانا السياحه برضو بارتنر، يعني هم الصراحه شركاء في القصه دي، مش بس في البرايفت سيكتور انما كمان في البطولات الرسميه، لان احنا الناس اللي بتيجي البلد بنخليهم يروحوا يعني ياخدوا تور سياحي في الاماكن السياحيه، مثلا بيروح الهرم، يروح المتحف، يروحوا يعني يشوفوا البلد يعني. حلو. محمد انت برضو بتشتغل في الملف ده مع مي ولا لا؟ ده شغلها هي. انا بالنسبه لي انا مجالي مع باقي زمايلي اللي قاعدين هنا دول كلهم. بتراقب انت الكادرات؟ انا مع التصوير. الموسم ده عامل مشارك في حاجه في رمضان؟ السنه دي لا مش مشارك في حاجه. لا في زخم كبير، في عدد كبير من الحاجات بقينا يعني اخر كام سنه بنشوف ان في انتاج كما يعني بعيدا عن كيفا بس كما ماشي الحال. كان في نضره. لا كما كان اكتر كمان ده قل كمان شويه. طب احنا معانا على التليفون زميله من زميلاتك عايزه تعيد عليك انت ومحمد، معانا ساره حسام لاعبه يد النادي الاهلي الحاليه. يا ساره اهلا بيكي معانا في الاهلي في رمضان، وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام، سعداء انا ونهاوند بوجود الكابل الجميل ده معانا. ربنا يخليك. تسلم، واحنا يعني بجد سعداء. حبيبي يا سارة عاملة ايه؟ اللي ذاك ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عاملة ايه؟ منورة الشاشة. ايه يا حبيبي ربنا يخليك. اختفت بعد الاعتزال ولا على تواصل لسه مع بعض؟ لا على تواصل، احنا على طول مع بعض يعني.
ما كانش في الملعب يبقى في الشغل. جميل جميل. ياسر زميلتي في الشغل وكنا بنلعب سوا وكانت دفعتي في الكليه. ده جميل ده. فاحنا مع بعض. كنت حجم رضاكي عن قرارها بالاعتزال كان عامل ازاي؟ هما اتفاجئوا على فكره. لا هو كان مفاجاه طبعا لينا، لان هو كان في اخر الموسم كده فجاه لقينا مي بتقول ان هي هتعتزل، فاللي هو اتصدمت طبعا، لان هي كانت بتلعب جنبي في المركز، فكان احد الاعمده بتاعت الفرقه بصراحه، فكان الموضوع بالنسبه لنا صدمه. بس طبعا كان هو قرار فعلا كان لازم يتاخد، لان هي كان مستقبلها طبعا، يعني جالها الدوره بتاعت المانيا انها تتمرن تتدرب هناك وتاخد دوره مش كتير بيقبلوا فيها. فحقيقه بصراحه على موقف زي ده ان هي اخذت قرار في وقت مناسب. وبس احنا طبعا في الموسم ده احنا فقدنا وينج ليفت، يعني ما بيجيش كتير. حبيبي يا سيسو حبيبي. جميل. طب وانت هتفكري برضو بنفس نمط التفكير ده في وقت من الاوقات، فكره ان انت تعتزلي بس تكملي في نفس الدومين ده في نفس المجال ده من خلال تدريب او من خلال انتمائك لاي مؤسسه معنيه بكره اليد؟ والله انا دلوقتي فعلا اعتزلت الموسم اللي فات عشان كنت حامل، جبت جميله. الله ما شاء الله يا ام جميله ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيها وتشوفيها احلى عروسه في الدنيا. يا رب امين. جميل. فلسه بقى بفكر لسه اخد موضوع التدريب او اي مؤسسه ثانيه اتمرن فيها يعني، بس لسه طبعا يعني قلت اعدي السنه. مش دلوقتي جميله، مش هتسيبك تروحي اي حته اصلا. صحيح. الفتره دي انسي اللي بتفكري فيه. ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخليها لك. ربنا يخليك. نشكرك على وجودك معانا يا ساره، نورتينا، وكل سنه وانت طيبه وجميله طيبه وابو جميله بخير يا رب. وابو جميله احنا معانا بتالي برضو هيكون على التليفون. عمرو طبعا كابتن عمرو ممدوح لاعب الاهلي برضو لكره الماء السابق، وطبعا زوج ساره وزميل مي في اداره السياحه اللي كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي. صحيح. يعني في البدايه خليني اقول لك كابتن مساء الخير وكل سنه وانت بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين جميعا، ومن خلال البرنامج الجميل بتاعكم ده بنهني كل العاملين في القناه برمضان ان شاء الله. خليني اروح معاك. اتفضل. على مي وعلى محمد طبعا. طبعا حبيبي يا عم. ومي مش عايزه تاكل، نطلب لها البوفيه تاكل او حاجه. عمرو يعني خليني اروح معاك لملف مهم جدا وكنا لسه بنتكلم فيه مع مي، فكره هنا السياحه الرياضيه والتنسيق اللي بيتم طبعا مع الجهات المختلفه، وازاي الملف ده ممكن يبقى ليه مكاسب كبيره جدا على صعيد الرياضه وعلى صعيد السياحه، فخلينا نروح معاك بدايه بالنقطه دي. والله خليني اقول لك ان الرياضه دلوقتي رايحه في المنطقه ديت او في المجال ده بصفه كبيره، واحنا بيساعدنا على كده ان احنا اغلب البطولات دلوقتي بتنظم في مصر، اغلب بالزبط. الاحداث الرياضيه مصر ليها مكانه فيها ومجال فيها، ومن خلال الوزاره ومي ماسكه ملف الترويج السياحي، وده ملف كبير جدا بيساعد هيئات كتيره جدا ان يبقى في تواصل ويبقى في نجاح لاي بطوله بتقام في مصر من خلال الاداره بتاعت مي. هايل. انا عندي بقى سؤال بعيد شويه عن الجد، يعني خلينا نروح ونرجع تاني لقصه ساره وفكره هنا جوازكم، وفكره كمان الارتباط بين يعني اتنين لعيبه او اتنين ابطال في رياضات حتى وان كانت رياضات مختلفه، ازاي ده بيكون شيء ايجابي الى حد كبير يا عمرو؟ لا هي مش رياضات مختلفه، هو احنا الاتنين بنلعب كل نفس اللعبه ولكن دي في الارض ودي في الميه. ماشي. ما اختلفناش فعلا. هو نفس الرياضه بس في الاخر، يعني انا بقعد اتكلم معاه ان انا لو نزلت وقفت في الجون انا هصد اكيد. علشان انا كنت جون، فاذا كان منها او من مي فانا اكيد هصد منهم يعني. لا يا عم مش عايز الكلام ده مظبوط. يا سيدي على الثقه، يا سيدي على الثقه. حلو جدا. طيب السؤال برضو عايزه اروح معاك فيه، لان احنا بنتكلم شويه بقى على شق الانساني مع برضو ضيوفنا، فكره هنا ان ساره بطله برضو كانت، وفكره برضو التوفيق ما بين ان هي زوجه وهي ام وهي كانت لاعبه، ازاي ده برضو بتقدروا ان انتوا توفقوا يعني توفقوا ما بينكم او تنسقوه برضو يا كابتن عمرو؟ بصي حياه الرياضي دايما وطريقه تفكيره مختلفه عن اي حد تاني، بمعنى ان الرياضي دايما عنده مواعيد محدده وتنظيم الوقت عنده. صح. بيبقى بصفه اكبر وبصفه يعني بيلتزم بمواعيده، اذا كان عنده وقت للشغل وقت للتمرين وقت للبيت، فالرياضي الموضوع ده ما بيقرقهوش في حاجه،
ان هو ينظم ما بين مواعيده كلها ويدي كل حاجه حقها في وقتها. حلو. هو انا برضو انا عايز اقول لمحمد وعايزين نبقى معاه كده ان شاء الله، الزمالك محتاجينه ان شاء الله يكمل بقى على بطوله الدوري ونشوفه في افريقيا ان شاء الله مكمل. لا رد انت بقى. يعني رد انت بقى، انا مش حاضر ارد على النقطه دي. حبيبي يا عمرو ده هيبقى صعب الكلام فيه. بشكرك جدا عمرو وساره، شكرا لكم على هذه المداخله، كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. وقبل بقى ما نختم، لان هو الوقت بيجري، مش عارفه ازاي الوقت بيجري كده، بس خليني اسالك نفس السؤال. يعني انتوا مش مخلفين صح؟ لا لسه. فدي لسه بقى ان شاء الله طبعا ربنا يرزقكم، دي هتبقى ريسبونسبيلتي ثالثه خالص. فازاي برضو بتجهزوا لها؟ لان انت بطبيعه الحال حتى لو بعدتي عن اللعب فبرضه مشغوله بوقت طويل. أكيد. محمد بنشوفه في الاجازات، يعني الموضوع برضه اكيد هيبقى صعب. اكيد طبعا. اكيد. ولكن طبعا لو في بيبي ده هياخد يعني كل الاهتمام والاولويه طبعا، لانه ان شاء الله ربنا يرزق البيبي سريعا باذن الله ويبارك لكم فيه ان شاء الله. احنا سعداء جدا وجودكم معانا النهارده، نورتونا وشرفتونا في الاهلي في رمضان. كل سنه وانتم طيبين وفي احسن صحه وفي اسعد حال يا رب. رمضان كريم عليك. الله اكبر. رمضان كريم. هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نستقبل ضيوفنا، خليكم معانا.